ما كنتش هدوم مشاهدين الكرام زنقت مراكش، زنقت مراكش، رقم الدار 28. لاحظوا الناس كيف ساكنين، مشينا عند كل مرتد. ايه مشينا عند الباشا قال لك اسيدي راه دينا صيفطنا للعماله، مشينا للعماله قال لك راه مشى، راه مشى للمقاطعه. ملي مشينا عند القيد قال لك باقي ما جانا والو، المقدم تيقول لنا خويو وسدوا وسيروا، فين غادي نمشيو؟ ما عندنا فين غادي نمشيو؟ كون كان عندنا فين نمشيو كاع غنبقاو باركين هنايا. نعم استاذ، ما نبقاوش باركين هنا كون كان عندنا فين نمشيو. ها يديروا معنا شي حاجه. كارين استاذ، كارين. كارين قديم شويه، قديم شويه. 12000 ريال انت شي 600 درهم هذا البيت، 600 درهم ولا ما لا ضو. ديري غنشوف، ديري على القلعة تحت من تحت من هاد على قبل ما تاع القلعة. تكلم مع الناس، شنو كطلب دابا؟ كنطلب من هاد الناس غيديروا معنا شي حل. نعم يديروا معنا شي حل قبل ما يجبدونا من تحت الردم. ها هو فران عاون البارح ديك السيمانه والبارح هو راه بعدا فران جبدوا منو عباد الله، جبدوا واحد ميت وجبدوا عباد الله لكاع لقاو اللي جبدوا من بعدا. ما حنا الا طحنا طاحت علينا هذه كامله شكون غادي يجبدنا؟ ما كاين عندنا على الله. اللي طاحت عليكم اليوم هذا الصباح هذا الصباح هذا. الدري والله العظيم الا في هذيك البلاصه واقف. ربي ستر وصافي، الله يدير شي تاويل ديال الخير. هاد الناس يديروا معنا شي حل. مشيتي للعماله؟ مشينا للعماله. نعم. ديال مولاي يوسف. ايه. عاد الصباح، عاد الصباح كنت فيها. قال لك راه مشاو. مشينا عند القايد البارح نهار حيت ما كانتش الخدمه نهار اثنين، مشينا الثلاث. الثلاث قال لك باقي ما جانا والو. ملي مشينا اليوم مشينا للعماله قال لك اسيدي راه مشاو، صيفطنا من المقاطعه. وهاد الناس كيبقاو يديو فينا ويديو فينا ويبقاو يماطلو فينا حتى نوليو تحت الانقاض. اسم كريم والدربو. فاروق ابراهيم، الزنقه 8، الزنقه رقم 28، زنقه مراكش. حنا وليدات، شوف عندي جوج الوليدات وهاد الناس كلشي راه عندهم الدراري هنايا. شوف هاديك الشقة قدا، صور هاديك الشقة، شوف هاديك الشقة قدا، شوف 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 هاديك الشقة. الشقة فرعية عليك راه عايشين، عايشين بلا يلا والله العظيم إذا باركين بلا يلا. داروا لنا الحديد هنا وخلونا في الشكل ولا هنا وخلونا في حالة. غادي لخمس سنين باش دافعين وما داروا معانا والو. تما كنجوع عند المقدم كيقول لنا باقين باقين، انتوما باقين، انتوما باقين، والدار كلها كتسيل وكلها كتفطر زهره. ها هي دايره على السطوله وكاع علينا دايرين البانيوات، مكرفسين واحد الكرفيسه يرتلاها. اش من درب؟ درب القصب، ناكر درب القصب. كلشي المستفيدين من ورانا ما كانش عندهم استفاده واستافدوا، وحنا بقينا تمايا ما داروا معانا حتى حل سيدي. حتى حاجه، جيتي عندهم وكلشي. مكرفسين بزاف وعاش المالي. شابوني عبد العزيز، ساكن في سيدي الكراكي 49، الدار مهددة بالسقوط. دفعنا الملف تقريبا هذه شي العامين. دفعنا الملف، أنا وستة السكان معايا في العمارة. الدار ما بقى فيها ما دايرين الحديد. كنوجه هذا النداء محمد السادس والحكومة والبرلمان. كلهم. لأن يتدخلوا في هذه المشكلة، راه ماشي غير أنا اللي كنعاني، راه المدينة كلها تتعاني منها. المدينه القديمه كلها نفس المشكله، دايرين الحديد كنعسوا مع الحديد الشتا كتصب علينا ليل نهار. ما عندناش السبب، ما استفدتيش انت والناس الاخرين استفدوا، شنو السبب؟ ما عرف التماطل ديالو من دخلت كورونا قال لك كاينه ازمه، كاينه ازمه، كيجي عندنا المقدم كيقول لك كاينه ازمه، تدوز هذه الازمه نعطيكم. الناس مورانا استفدوا وحنا باقيين تنسينو. دابا ملي جات هذا الشتا وناضت الروينه وديال هذا الشيء، ناض عيطوا لي قال لك خصكم تخرجوا تكريو.
حنا فين غنكريو؟ واش كتعرف بيت عنده عائله اربعه ديال الافراد، كاين اللي عنده خمسه، كاين اللي عنده سته، غيخرج يكري بيت ب 1500 درهم؟ راه ما كايناش، ما لقيناش. راه حنا تنهضروا من قلبنا ماشي كنكذبوا، وهذا الشيء راه دلائل، وعندنا اوراقنا، عندنا كل شيء. حنا خاصنا المسؤولين يدخلوا في هذا الشيء، الحكومه عاطيه القانون، عاطيه قالت لهم باش يكريو المواطن اللي مهدد سقط اللي عنده يعوضوه، يكريو ليه ثلاث شهور. الدوله غتحمل المسؤوليه. هادشي ما كنطلبوك باش تكري من عندك. احنا قالوا لنا سيروا كريو، خرجوا كريو باش نعطيوكم، الا ما كريتوش ما نعطيوكمش. هذا الهضره ديالهم هما المسؤولين. نعم. حنا هادشي تنعرضوا، حنا راه ما عندناش. حنا كنخدموا باش نصوروا. فوقاش طلبوا منك تكري؟ شحال في الوقت دابا؟ هادي دابا تقريبا 20 يوم. 20 يوم. قالوا لنا خرجوا تكري. فين غادي تكري؟ انتم رافضين. بالله عليك كاين شي بيت في المدينه دابا تكري. رافضين كاملين. واش رافضين؟ حنا ما لاقيينش، حنا نسمعنا القرار ولكن ما لاقيينش. فين غادي نمشي؟ حيت هاد الناس اللي عطاهم هما خرجوا كلهم. شوف كيفاش خروقات كاينه، ما كاينش قانون. انا تنهضر بهذا المنطق، ما كاينش قانون. كيعطوا داك الشيء بالخروقات، كاين خروقات قانونيه هنا. يتبعوا غير القانون ديال الدوله، ياك سيدنا عطانا كل شيء، هو اللي معود كل شيء. فين هذا القانون؟ علاش كيبدلوا القانون؟ شكون المسؤول على هادشي؟ خصو يتحاسب، خصو يتعاقب. اي واحد مسؤول بهادشي خصو يتعاقب. وانا كنقول لهم هاد النبار. السيده اللي عطاوها دابا، اللي تكلمات دابا، قالت لك خرجت دابا ب 20 يوم باش خرجت، كراش. عطاوها 20 يوم. عطاوها. حنا باقي ما عطاوهاش، حنا ما لقيناش. تكلمات قبل منك. حنا ما لقيناش، خرجنا قلبنا ما لقيناش. كتلقى البيت ب 1000 1500 درهم. نعم. اربعه الناس باغي يسكنوا. بيت. نعم. يلا قول لي انت. واش هذا هو العدل في الاسلام؟ فين العداله الاجتماعيه؟ فين القانون؟ فين حقوق الانسان؟ خرج خاصهم يخلصوا لي الكرا ونخرج ديك الساعات. انا متفق معك، نخرج كرو ليا ونخرج ويعطوني ديك الساعات، ما يندوز بقى يعطوني الساور ديالي نمشي يسدوها ولا يديروا فيها اللي بغاو. هذا هو القانون. طلبتي القايد؟ طلبتي القايد؟ القايد ما خلوناش نشوفوا. هما ديما كيقول لك القايد مشغول، القايد عامل. هادشي المقدميه هما اللي كيديروا معنا هذه الحلول هذه. المقدميه. القايد مازال ما شناش. نعم استاذ. اش فهمتيني؟ نعم. المؤسسة الكبيرة باقا ما شناهاش. نعم. كيشوفوا غير المقدمية، هما اللي كيهضروا معانا. نعم. حنا مضرورين، رغم ذلك صابرين، كاينين شي واحدين أخرين تما حدانا حتى هما راهم مهددين بالسقوط ومقيدينهم، ولكن باقي ما خرج حتى شي حاجة، ما كاين ما هادشي. هذا هو اللي كنوجه النداء ديالي، خص الحكومة تدخل. هاد القوانين اللي داروا خصهم يطبقوها، ما تكونش على ورق، خصها تنفذ. الشعب كلشي تيعاني. نعم. أنا تنقول لك من لهنا، الشعب كله تيعاني. نعم. اسمح لي على هادشي. نعم. السلام عليكم. انا بغيت نشرح لكم واحد البروبليم وقع ليا. عندي امي كتسكن في القسم محاو السعيد، عندها 90 عام، ما لقيتش اللي يخلص عليها، ومشيت وتقاتلت وتبعت الطريطه وداك الشيء، ومشات امي لدارها، وانا بقيت في واحد الدار هنايا شحال 18 عام وانا فيها وفيها وليداتي. ودابا جيت نجيب شهاده ملكيه لقيت عندي الملك، وانا ما حاسبه عندي لا ملك لا والو. ما عرفتش دابا، انا ما عرفتش شنو ندير، وما عنديش فين نمشي، وعندي واحد خويا قبيح ساكن مع مرة ما عنده لا فلوس لا والو، ما خلانيش ندخل، وبزاف د الحوايج. انتم عارفين هاد المشاكل ديال الديور، وعارفين هاد الشيء. ما لقيت ملكية بسميتك دابا. سميتك الملكية ديال الوالدة ديال سميتي. سميتي انا وامي هي النص ولا النص. وانا الدار 18 عام وانا فيها، والده فيها وليداتي، بنتي راه عندها طالعه في 18 في 17 عام، وعندي وحده عندها 8 سنين. وكنخلص هنايا الكرا وصلحتها وجلجتها وبعت عليها في الزنقه وتقاتلت عليها، وراني زعما كي راه شفتي راه تيعرفوني في البيع والشراء، وكيعرفوني كيفاش كنعيش في الزنقه انا وليداتي. وما عنديش. باش كطالبي دابا؟ باش كطالب؟ دابا كنطالب واخا عبيت وكويزينه، نتخشى انا وليداتي عبيت وكويزينه.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.